السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا وسهلا بكم أعزائي المشاهدين. مصر الحضارة، سلامة، رمضان، كل سنة وحضراتكم طيبين. ونبدأ حلقتنا النهاردة وفيديو النهاردة بالصلاة والسلام على النبي محمد صلى الله عليه وسلم. طب حضرتك صليت على سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم دلوقتي، اضغط لايك واضغط اشتراك في القناة لو حضرتك مش مشترك في القناة. بشكر كل الإخوة المتابعين على التعليقات بتاعتهم على الدعم للقناة بتاعتنا. فيديو النهاردة متخصص، بيتكلم فيه موضوع مهم جدا خاص بالشغل بتاعنا وبنشاطنا ونشاط القناة، وبيتكلم عن الاستيراد وتصدير إجراءات، وبيتكلم عن إجراءات التخليص الجمركي. النهاردة هنشرح في الفيديو بتاع النهاردة فيديو تفصيلي جدا، بيتكلم عن لو أنا عندي دلوقتي شحنة وعايز أصدرها أنا أعمل إيه؟ لو أنا مكتب تخليص جمركي أو أنا مستخلص جمركي لسه بادئ ومبتدئ ومش عارف أعمل إيه؟ هنقولك على الخطوات. طب لو حضرتك صاحب شركة وعندك شركة خاصة بيك ومنتج خاص بيك أنت وعايز تصدره، هقول لحضرتك تعمل إيه بالظبط والإجراءات إيه بالظبط بدون ما تحتاج لشركة شحن أو تخليص جمارك أو استيراد وتصدير. حضرتك اولا رقم واحد بنتكلم عن ان انت لازم يكون عندك مستندات شركه، سواء انت مكتب تخليص جمارك او انت شركه استيراد وتصدير. ايه ورق الشركه اللي احنا نحتاجه معانا في تصدير شحنه عشان نصدرها؟ رقم واحد احنا نتكلم عن ان انت اول حاجه قبل ما يكون ورق الشركه موجود عندك، او اول حاجه ده الكفر او البيان او الشهاده الجمركيه او نموذج 13 اللي حضرتك هتقدمه للجمارك وتقر به البيانات بتاعتك اللي انت هتصدرها او بيانات الشحنه. الكفر ده بيجي منين؟ بتشتريه من مصلحه الجمارك، من وزاره الماليه، من اي جمرك خاص انت بتشتغل فيه بتشتريه وتدفع قيمته، ولازم تتاكد ان هو مختوم بختم النسر عشان ما يكونش فيه اي حاجه مضروبه او مزوره. طب جبت البيان الجمركي او نموذج 13 ده وعايز تحط فيه ايه؟ هتعمل ايه في البيان ده؟ هل هتكتب عليه البيانات بتاعت الشحنه ولا لا؟ بس لا، لازم تحط فيه جوه هنا المستندات بتاعت الشحنه. ايه المستندات بتاعت الشحنه؟ هنشرحها وهنقولها دلوقتي. رقم واحد البيان الجمركي ده او نموذج 13 ده بنتكلم فيه ان هو طبعا جاي معتمد من وزاره الماليه. عندك هنا في المربع ده رقم واحد انت اللي بتقرر بتكتب نظام التصدير، هل التصدير بتاعك نهائي ولا مؤقت ولا سماح مؤقت ولا دروباك ولا افراج مؤقت؟ كل دي انظمه من انظمه التصدير. حضرتك لو جايب منتج مصري 100% ومصنع في مصر هنا، يبقى حضرتك هتتكلم فيه ان انت هتعمله اللي هو تصدير نهائي، اللي هو انت ده منتج مصري وانت بتصدره تصدير نهائي، مفيش داخل فيه اي منتج اجنبي، او ان انت مش هترد عليه اي رسوم غير ضريبه المبيعات. رقم اتنين عندك المربع اللي على اليمين هنا بتكتب الجمرك، اسم الجمرك اللي حضرتك شغال فيه او الكود بتاعه، كل جمرك له كود. رقم القيد ده بيكتبه الموظف بتاع الاجراءات لما يديه البيان الجمركي، يديله رقم عنده في الاجراءات على الحاسب الالي وفي الدفتر بتاعه بيحط رقم البيان الجمركي. التاريخ حضرتك بتكتبه هنا اللي هو تاريخ الشحنه اللي انت هتصدرها. طب عندك هنا الاسم، حضرتك هتكتب ايه؟ هتكتب اسم الشركه المصدره اللي انت هتصدر بيها، اللي هي سجل المصدرين بتاعها اللي انت هتصدر بيه. لو هنتكلم النهارده عننا احنا كمصر الحضاره، يبقى اكتب هنا مصر الحضاره للتصدير والتخليص الجمركي في الرقم واحد هنا. العنوان بتاعك تكتب العنوان بالتفصيل، القطاع التابع له، هل انت تابع انت خاص يعني سجل المصدرين خاص، ولا تابع الهيئه العامه للاستثمار يعني تابع لاي قطاع من قطاعات التصدير. رقم سجل المصدرين، اذا كان عندك سجل مصدرين تكتب الرقم بتاعه، ده بتجيبه من واقع سجل المصدرين. واذا كنت تابع للاستثمار، هل انت استثمار سنوي ولا استثمار على الفاتوره، وبتكتب الكلام ده هنا. اسم مندوب المصدر ده طبعا للمخلص الجمركي، بتكتب اسمه اللي هو باسمه رخصه التخليص الجمركي، العنوان بتاعه ورقم رخصه التخليص الجمركي اللي انت واخدها من وزاره الماليه حضرتك بتكتبها هنا. البلد المصدر ايه البضاعه؟ هنتكلم النهارده انا عندي شحنه واصدرها لدوله السعوديه، فانا هكتب عندي هنا السعوديه. ميناء الشحن اللي هو هنا في مصر، انا عندي الميناء اللي انا هصدر منه النهارده هو ميناء سفاجه. ميناء الوصول اللي هو ميناء ضبا في دوله السعوديه. اسم الباخره، كل ده غير مهم دلوقتي. نتكلم هنا، نسيب بقى البيانات دي كلها. البيانات دي لو عندك انت الافراج بتاعك سماح مؤقت او دروباك، بتكتب هنا رقم الاقرار او رقم اذن الافراج بتاعك والتاريخ بتاعه، لان ده اللي هترد عليه الرسوم الجمركيه فيما بعد. احنا بنتكلم النهارده عن التصدير النهائي، يبقى مش هنكتب حاجه في المربع ده خالص نهائي. طب بيانات البضاعه، بيانات البضاعه اذا كان عندك صنف واحد، انا عندي هنا بالنسبه لبيانات البضاعه عندي
حوالي 12 صنف تقريبا وكلهم مواد غذائيه، فانا ممكن اكتب مواد غذائيه متنوعه لان مش هقدر اكتب كل الاصناف اللي عندي هنا، واكتب اجمالي عدد الطرود بتاعها في عدد الطرود، واكتب اجمالي الوزن القائم واجمالي الوزن الصافي، واكتب هنا رقم الفاتوره وتاريخها، وبعد كده بكتب القيمه اللي هي قيمه البضاعه ودي بتكون بالدولار وفقطها، ورقم ونظام التعاقد اللي بيشتغل عليه في الجمرك اللي هو فوب لازم تكتبه، بعد كده توقيع المصدر حضرتك انت المندوب بتاع المصدر كمخلص جمركي او هو كمصدر بيوقع عليه والتاريخ. طيب البيان البضاعه والحاجات اللي تحت دي كلها الجداول دي خاصه بالجمرك، هم اللي بيكتبوا البيان ده، انت مالكش اي علاقه نهائي، يبقى انت كتبت الكلام ده كله من واقع الفاتوره بتاعتك ومن واقع بيانات شركتك. عندك هنا كده من جوه ايه اللي بيتكتب هنا؟ ده كله خاص بالجمرك مش خاص بيك. بعد ما الجمرك بيعين البضاعه بيكتب هنا نتيجه الكشف والمعاينه اللي هي التاشيره بتاعته، انا بقول ان انا عندي مواد غذائيه وقدمت له الاقرارات ودي فاتورتي، هو بيطابق الكلام ده عنده على البضاعه بتاعته، بيكتب هنا من واقع الكشف والمعاينه تم الكشف عن عدد مشمول كذا طرد اللي هو اجمالي عدد الطرود بتاعتك، واذا كان هو كشف 10% من البضاعه بيكتب، واجمالي عدد الطرود اللي انت هتصدرها بيكتبه ويفقط العدد الطرود، ويكتب الصنف عباره عن صنف كذا، واسم المصدر عليه شركه كذا اللي هي مصر الحضاره، واسم المنتج شركه كذا اللي هي الشركه المنتجه للبضاعه، ويوقع بعد كده الموظف وده الكشاف او الموظف الحركه في الجمرك بيوقع هنا. هنا المربع ده خاص بالتثمين او المتمن او موظف التعريفه بيكتب بياناته هنا اللي هي بيانات ايه بقى؟ بيكتب قيمه الفاتوره ويفقطها، ويكتب نظام التعاقد اللي هو فوب اللي حضرتك شغال عليه، ويكتب ان انت كنت تابع لسجل المصدرين او الاستثمار، ويكتب ان انت ان كنت جبت موافقه الهيئه العامه لسلامه الغذاء بان انت جبتها، ويكتب ان انت جبت النموذج الاحصائي، وبيكتب ان انت عندك تنازل او سجل صناعي او ما عندكش، ويوقع عليه موظف التعريفه، وكده يبقى انتهت عمليه الكشف والمعاينه. وبعد ما يصدر لك البيان ده بالورق اللي فيه اللي هو نموذج 13 بيسلم لاداره الاجراءات في الجمرك ويحفظ عندهم لمده 5 سنوات انت تحاسب عليه. طب ايه المستندات اللي جوه؟ هقول لحضرتك عليها. رقم واحد في المستندات انا بحطها عندي بكتب احط الفاتوره بتاعتي. الفاتوره بتاعتي دي بتكون ورقه شركه، خدت بال حضرتك الوان او غير الوان، مختومه اهم شيء بختم الشركه، فيها جدول خاص بالبضاعه بالتفصيل. انا عندي هنا الصنف عندي اكتر من 12 صنف عندي كاتب فيهم الاصناف وعدد كل صنف، الصنف الاول الاسم بتاعه، بعد كده الكميه والعدد بتاعه، الوزن القائم بتاعه، الوزن الصافي تكتبه برده بعديه، القيمه اللي هي قيمه الصنف عندك، تاريخ الانتاج وتاريخ الصلاحيه. فوق خالص لازم الفاتوره يكون لها رقم، فاتوره رقم مثلا 1/2021، التاريخ بتاعها 12/1/2021، المستورد الشركه المصريه كذا كذا دوله السعوديه، وتكتب بيانات الشركه المستورده بالتفصيل. تحت خالص تكتب تفقط القيمه بتاعتك بالدولار زي ما قلنا، ونظام التعاقد فوب في الجمرك اللي بيتفق عليه جمرك عشان تصدر بيه. طبعا بتكتب اجمالي الوزن القائم، اجمالي الوزن الصافي، وإذا كان عندك نظام تعاقد بتكتبه، إذا كان عندك اعتماد بنكي بتكتبه، أي تفاصيل خاصة بالاعتماد بتكتبها في الجزء اللي تحت، بتختم بختم الشركة بتاعتك وتوقع عليها، ودي تبقى الفاتورة بتاعتنا، دي الفاتورة. طيب بعد كده المستند إيه التاني اللي إحنا بنحطه بعد الفاتورة؟ بنحط سجل المصدرين بتاع الشركة أو موافقة الاستثمار بتاعة الشركة. إذا كنت تابع للمصدرين طبعا زي ما قلنا بتحط سجل المصدرين، تابع لهيئه العامه للاستثمار بتحط موافقه الاستثمار السنويه بتاعتك، او اذا كان الفاتوره عليها موافقه من هيئه العامه للاستثمار يبقى الفاتوره عليها موافقه من هيئه عامه للاستثمار. انا كمصر الحضاره بتكلم ان انا شركه مصدره فقط لا غير، طب انا هشتري البضاعه دي من شركه منتجه، الشركه المنتجه بتديني حاجه زي دي اسمها تنازل بالتصدير موثق من البنك، ويفضل انه يكون من الشهر العقاري. التنازل ده بيجي من الشركه المنتجه اللي هي ايا كان اسمها اسم الشركه، ورقه شركه منتجه بيكتب عليها تنازل بالتصدير، تنازلنا نحن شركه كذا سجل مصدرين رقم كذا للساده شركه مصر الحضاره للتصدير عن تصدير منتجات الشركه خلال عام 2021، وده اذا كان معتمد من البنك بيستخدم لمره واحده فقط ويرفض فيه الشهاده الجمركيه وحضرتك ما بتاخدوش تاني خالص، والشركه بتوقع هنا توقيع الشركه، وهنا بيختم عليها بختم البنك لصحه التوقيع ويسلمه لحضرتك وحضرتك ترفعه في الشهاده الجمركيه. يبقى ده تاني مستند، اول مستند الفاتوره، تاني مستند التنازل بالتصدير.
ثالث مستند معانا بترفق صوره البطاقه الضريبيه. بعد كده رابع مستند تفويض من الشركه المنتجه لحضرتك، او دلوقتي بقى توكيل من الشهر العقاري، بتوكلك الشركه المنتجه تعمل لك توكيل ان انت بتمثلها امام مصلحه الجمارك وهيئه سلامه الغذاء والهيئه العامه للرقابه على الصادرات والواردات والتوكيلات والملاحيه والتجاريه، عشان تقدر تمارس العمل ده كمخلص جمركي نيابه عن الشركه. طيب بعد كده بتحط، قلنا حطينا بطاقه ضريبيه، القيمه المضافه، بعد كده تحط صوره من القيمه المضافه، بتضيف السجل الصناعي بتاع الشركه المنتجه، بتحط صوره منه في الشهاده الجمركيه. طيب عندنا احنا دلوقتي المنتج بتاعنا غذائي، والمنتج الغذائي ده بيحتاج لشهاده صحيه. الشهاده الصحيه ده حضرتك بتكتبها عندك في شركتك ببيانات الشحنه كامله، وتاخدها توثقها من هيئه سلامه الغذاء او من مكتب وزاره الصحه اللي حضرتك تابع ليه او المصنع تابع ليه. بيتكتب فيه الشهاده الصحيه، بتكتب فيها البيانات دي بالظبط، هسيب لحضرتك صوره منها تطلع عليها وتشوفها تعرف تعملها ازاي. طبعا بتكتب عليها شهاده صحيه تحت الاشراف الصحي، اسم المصدر شركه مصر الحضاره للتصدير، العنوان بتاعها، اسم المنتج الشركه اللي حضرتك شاري منها البضاعه مديه للتنازل، الجهه المصدره ليها البضاعه الشركه المصريه بالسعوديه، ميناء الوصول دبا السعوديه، درجه الحراره بتاعه البضاعه ايه، الصنف والكميه، بتكتب هنا الصنف عباره عن كذا، العدد بتاعه عدد كذا طرد، الوزن وزنه كام، تاريخ الانتاج، تاريخ الصلاحيه. بعد كده في ديباجه او صيغه متفق عليها بتكتب تحت بناء على تقرير جهه المرور المختصه لمصنع كذا بعنوانه كذا بالتفصيل، والمصنع اللي عامل الشهاده الصحيه، العينات المسحوبه، وكل دي تفاصيل هسيب لحضراتكم صوره من الشهاده الصحيه لو حضرتك عايز تعمل زيها، بتكون موجوده وتكتبها وتاخدها توثقها من مكتب الصحه. قبل كده بتكون ساحب عينات دوريه من البضاعه اللي حضرتك بتصدرها، ويكون مصنعك تابع للاشراف الصحي. دي خلاص خلصنا منها الشهاده الصحيه، عشان دي بتقدمها لهيئه سلامه الغذاء بعد ما تكشف من الجمرك، حضرتك بتقدمها لهيئه سلامه الغذاء عشان خاطر تفرج ليك عن البضاعه. هيئه سلامه الغذاء بتديك افراج بكمبيوتر من الكمبيوتر، او بتختم ليك هنا اذا كان شغلهم يده، وبيختموا لك هنا ان هم كشفوا عن البضاعه والبضاعه مطابقه وتاريخ الانتاج والصلاحيه بتاعتها ايه بالظبط، وبناء عليه الجمرك بيفرج ليك عن البضاعه. اذا كان هيئه سلامه الغذاء بترفض الشحنه، خلاص الجمرك بيرفض الشحنه وما بيصدرش ليك الشحنه. طيب خلصنا من ده كده، خلاص البند ده خلصنا منه. عندك في حاجه بعد ما خلصت الشحنه عملت الكشف والمعاينه، حاجه اسمها نموذج احصائي. النموذج الاحصائي دوت بتجيبه من الجمرك، بتملى بياناته، في بيانات الشحنه كامله، وتختمه من الجمرك وتسلمه للهيئه العامه للرقابه على الصادرات والواردات، وتجيب النموذج الاحصائي ده مع شهاده المنشا دي. شهاده المنشا دي بتجيبها من الهيئه العامه للرقابه على الصادرات والواردات، وتكتبها على الكمبيوتر عندك او اللابتوب بتاعك ايا كان، وبيتكتب فيها بيانات الشحنه كامله، وتختمها بختم الشركه وتوقع عليها، وتقدمها للهيئه العامه للرقابه على الصادرات والواردات. الهيئه العامه للرقابه على الصادرات والواردات بتطابق شهاده المنشا دي بالنموذج الاحصائي اللي حضرتك جايبه من الجمرك ومقر فيه بالبضاعه بعدد ووزن وقيمه واسم شركه مصدره ومنتجه، وتطابق الكلام ده بده، واذا كان مطابق بتختم لك هنا ختم النسر، ويوقع لك موظف الهيئه العامه للرقابه على الصادرات والواردات ويسلمه لحضرتك. مكتوب فيها ايه شهاده المنشا دي اللي احنا بنتكلم عليها؟ عندك هي مكونه من 13 جدول، الجدول الاولاني مكتوب فيه اسم الشركه المصدره اللي هي مصر الحضاره وعنوانها بالظبط، المربع رقم 2 مكتوب فيه الشركه المنتجه وعنوانها بالتفصيل، المربع رقم 3 اللي بيكتب فيه اسم الشركه المستورده وعنوانها بالتفصيل، 4 البلد المنشا، 5 اذا كان في تراكم او تطبيق، او اذا كان في عندك منتج اجنبي في الصنف ده بتقر عنه، تفاصيل الشحن في المربع رقم 6 بتقول بري او بحري، ومن ميناء ايه في مصر، اللي ميناء ايه في دوله السعوديه، قلنا بري من مصر من سفاجه الى السعوديه، تاريخ الشحن تكتبه في مربع رقم 6. رقم 7 ما تكتبش فيه حاجه اذا كان فيه اي تفاصيل، بيكتبها الموظف الهيئه العامه للرقابه على الصادرات والواردات. رقم 8 بتكتب فيه وصف البضاعه بالتفصيل، هنا في المربع رقم 8 عدد البضاعة والصنف ايه بالظبط وتفصيل، في المربع رقم 9 بتكتب فيه الوزن القائم بتاع البضاعة وبتفقده، المربع رقم 10 رقم الفاتورة حضرتك مقر بيها في الجمرك والتاريخ بتاعها واللي انت قدمتها مع النموذج الاحصائي. عندك هنا مربع رقم 11 بتختم بختم الشركة،
بتاعتك ومربع 12 و13 خاص بالهيئه العامه للرقابه على الصادرات والواردات، بيوقعوا هم عليه وبيختموه بختم النسر ويسلموها لك. وطبعا الشهاده شهاده المنشا مكونه من نسختين، نسخه انت بتاخدها والنسخه الثانيه بتحتفظ بيها الهيئه العامه للرقابه على الصادرات والواردات عندها، وبظهر الشهاده بتاعتها ظهر الكوبي بتاع شهاده المنشا بيتم تملى فيه البيانات دي، يعني هي بيانات معينه هنسيب لكم صوره منها وحضرتك تسلمها للهيئه العامه للرقابه على الصادرات والواردات. كل الورق ده حضرتك بتسيبه في البيان الجمركي، بتحطه فيه وبتسيبه في البيان الجمركي وتسلمه للجمرك، ما عدا شهاده المنشا هي اللي بتفضل في الهيئه العامه للرقابه على الصادرات والواردات، وتسلم الشهاده دي للجمرك اللي هي الشهاده الجمركيه او نموذج 13. حضرتك بتاخد ايه بعد الكشف والمعاينه من مستندات؟ رقم واحد اذا كانت الشحنه بري تاخد شهاده منشا، بتاخد فاتوره موثقه بختم الشركه كانت زمان بتوثق من الهيئه العامه للرقابه على الصادرات، بتاخد معاك الشهاده الصحيه، الشهاده الصحيه بتاخدها معاك بتسلمها للعميل بره، بتسلم السواق بوليس شحن بري بياخدها معاه، بتسلم السواق بوصله واذن افراج من الجمرك، البوصله واذن الافراج مكتوب فيهم كل تفاصيل الشحنه كامله وماضي وموقع عليها موظف الجمرك وخاتم عليها، والكونتينر بتاعك او العربيه بتاعتك بتتسيل بالسيل الجمركي، وطبعا بيتكتب رقمه في البوصله واذن الافراج وتسلم للسواق، السواق يطلع من هنا على ميناء نويبع او السفاجه اذا كان رايح السعوديه، ويدخل الميناء بالبوصله واذن الافراج، يضربوا له تعظيم سلام، يطبقوهم على البيانات اللي موجوده على العربيه ويقولوا اتفضل حضرتك عدي مرور الكرام، تروح على الدوله الثانيه تسلمهم البوصله، تسلمهم شهاده المنشا والفاتوره وتسلمهم ايه الشهاده الصحيه، بناء عليه طابق برضو على البضاعه ويفرق ليك عن البضاعه بتاعتك. الشحنه مشيت بامان الله، جاء تمام التصدير من ميناء سفاجه الى الميناء اللي حضرتك مصدر منه ان الشحنه اتصدرت على المركب رقم كذا، بناء عليه على ده التصدير ده حضرتك بتاخد صوره طبق الاصل من نموذج 13 اللي احنا قلنا عليه او الشهاده الجمركيه، تاخد صوره طبق الاصل تسلمها حضرتك لضرايب المبيعات، واذا كنت بترد دعم من وزاره التجاره بتاخد صوره لوزاره التجاره او للدعم عشان ترد الدعم اللي حضرتك بتاخده. ضرائب المبيعات طبعا حضرتك لازم تقدم لها صوره من الفاتوره وصوره من الشهاده الجمركيه بعد ما تصدر، ولما يجي لك صوره طبق الاصل مختومه بختم النسر بتسلمها ليهم عشان تعفى من ضرائب المبيعات لان التصدير معفي من ضرائب المبيعات. وكده نبقى شرحنا بالتفصيل معانا ان انت ازاي بتصدر الشحنه بتاعتك وتخلص الجمارك عليها. طب في اجراءات بتحصل في الجمرك ايه هي؟ العربيه لما بتدخل من الباب بتدخل على الميزان توزن، بعد الميزان تدخل على جهاز الاشعاع تكشف على البضاعه بتاعتك وتشوفها مطابقه لنموذج 13 اللي انت مقر بيه ولا لا، بعد كده تدخل على رصيد الحاويات، الموظف الجمركي او الكشاف يكشف البضاعه برده تاني ويكتب الكشف والمعاينه بتاعته زي ما احنا قلنا، تخلص حضرتك اجراءات الكشف والمعاينه والتتمين وكده يبقى انت خلصت الشحنه بتاعتك بامان الله وتصدرها وتطلع على الخارج. كده يبقى شرحنا النهارده بالتفصيل ايه اجراءات الكشف والمعاينه واجراءات التصدير والمستندات المطلوبه في الشحنه عشان تصدرها، وبنكرر ونعيد الكلام ده وبنتكلم في الموضوع ده كتير جدا لان هو مهم جدا وناس كتير قوي بتسال عليه ومهم جدا لكل الناس المتابعين لينا والعملاء بتوعنا. ده الكلام الفيديو بتاع النهارده مهم جدا لاي حد عنده شركه عايز يصدر، اي مخلص جمركي عايز يستفاد معلومه يقدر يستفاد منها اذا كان مبتدئ. بشكركم على المتابعه وعلى حسن الاستماع، ما تنسوش لايك وشير لفيديوهاتنا، وبشكركم واحبكم في الله. مصر الحضاره، سلام رمضان، السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.